الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. بداية يسعدني أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لمعالي المستشار الوزير المحافظ هاني عبد الجابر المحافظ بن سويف على هذه الدعوة، وعلى الجهد الذي يبذله والذي وقفنا على جانب يسير من في كلمة سيادته، وعلى إحيائه لهذا الملتقى بعد غياب لأكثر من 10 سنوات. كما أرحب بالسادة الحضور، السادة النواب المحترمين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية وقواتنا المسلحة الباسلة، وبكم جميعا وكل عام وأنتم جميعا بخير. الحديث يأخذ عدة جوانب. الجانب الأول هو ما تحدث عنه معالي الوزير المحافظ عن هذه المناسبة. نحن في ليلة 10 من رمضان، وأمام ذكرى هامة وتاريخ مجيد نوجه فيه التحية والتقدير والتهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقواتنا المسلحة الباسلة التي ضحت بدماء أبنائها الذين هم أبناء الشعب المصري في سبيل الحفاظ على هذا الوطن والعبور به إلى بر الأمان. فحققت في 10 من رمضان 6 أكتوبر نصرا عظيما وقهرت الجيش الذي كان يقال آنذاك إنه لا يقهر، وعبرت خط بارليف الذي كان يقال إنه لا يعبر، ثم صنعت عبورا جديدا بإنقاذ هذا الوطن من براثن الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وحققت أمرا ظنه كثيرون صعب المنال بدحر قوى الشر والإرهاب. ثم كان العبور الثالث منذ أيام بافتتاح أنفاق سيناء وعمارتها بالتنمية، فكما يقولون يد تحرس وأخرى تبني وتعمر. فكل التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وإلى شرطتنا الوطنية التي تقف جنبا إلى جنب إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة قوى الشر والإرهاب وحفظ الأمن والأمان، وإلى كل وطني شريف من العلماء والمفكرين والقضاة والنواب وكل من يعمل لصالح هذا الوطن. والحقيقة ونحن في الطريق مع السيد المحافظ كنا نؤكد أن العمل لهذا الوطن هو عمل لصالح الدين أصلا، فمصر هي القلب النابض للعروبة والإسلام. والحقيقة حماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأدنى متعلم ونحن مع جمع عظيم من السادة الأئمة والوعاظ وعلماء الأزهر والأوقاف درسنا وتعلمنا وما زلنا ندرس أن العدو إذا دخل بلدا من بلادنا وجب على أهل هذا البلد جميعا، رجالهم ونسائهم، شبابهم وشيوخهم، مسلحهم وأعزلهم، أن يدافعوا عن بلدهم بكل ما أوتوا من قوة. ثم يؤكد جميع الفقهاء بإجماع
حتى لو فنوا جميعا، أي أن الناس يفتدون وطنهم بأنفسهم، ولا يوجد وطني شريف لا يكون على استعداد لأن يفتدي وطنه بنفسه وماله وكل ما يملك. ثم إن إجماع الفقهاء على افتداء الوطن بالنفس، ولم يقل أحد من الفقهاء لا في القديم ولا في الحديث أن العدو إذا دخل بلدا ووجدت نفسك غير قادر عليك أن تفر بدينك وأن تحمي الدين في مكان آخر، هذا لم يقل به أحد لا من العلماء ولا من العقلاء. فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وكل ما يؤدي إلى قوة الدولة وتماسكها وقوة بنائها فهو من مقاصد الدين، وكل ما يؤدي إلى ضعفها لا علاقة له لا بالأديان ولا بالوطنية ولا بالإنسانية. وعندما تستمع إلى أحد إذا أردت أن تفهم هل يفهم دينه فهما صحيحا أو لا يفهم، فإن كان يدعوك إلى العمل والإنتاج والإتقان والسلام والمحبة وحب الناس والصلاح والإصلاح، فهو يدعوك إلى عمق الأديان وصميمها. وكل من يدعو إلى الفساد أو الإفساد أو التخريب أو التعطيل أو التعويق أو الإحباط أو التيئيس فلا علاقة له لا بالإسلام ولا بأي دين من الأديان. ثم الأمر الآخر قبل أن ندخل في عمق موضوعنا في إيمانيات وروحانيات هذا الشهر، الحقيقة أنا سعيد سعادة بالغة أولا لأن أكون بينكم بين أهلي وأبناء هذه المحافظة التي أشعر بالانتماء إليها، لكن ما زاد سعادتي اليوم أمران. الأول هذا الاجتماع الذي حدث في مكتب السيد المحافظ أو على بعبارة أدق في قاعة اجتماعات المحافظة، وضم ما يزيد على 100 من السادة الأئمة والسادة الآباء وقساوسة الكنيسة في لحمة وطنية تؤكد عمق حضارة هذا البلد. فالوطن لنا جميعا وبنا جميعا، فهو لأهله جميعا. وعندما نتحدث عن ذكرى العاشر يجب أن نتذكر أن دماء المسلم ودماء المسيحي امتزجت ولا زالت تمتزج في الدفاع عن هذا الوطن. فهذا كان مشهدا وجدته في أماكن كثيرة، لكنه اليوم في كثافته وعمقه وأريحيته كان فريدا مما يجعل من المحافظة أنموذجا رائعا في وحدة الصف الوطني. ولا شك أن روح السيد المحافظ السمحة أضفت على هذا اللقاء وعلى هذا التعاون مزيدا من الأريحية. الحقيقة الأمر الآخر هو هذا الحضور. هذا البلد بخير وسيظل بخير، أمة وشعب بهذا الإقبال على الله وعلى دين الله وعلى الملتقيات الدينية لا تهزم ولا تخزل بإذن الله تعالى. ثم إنها رسالة للقاصي والداني بأن الدولة المصرية قد عادت وبقوة وأقوى مما كانت، وهي عائدة أقوى من أي مرحلة في تاريخها بإذن الله، سواء على مستوى الإنجازات الاقتصادية أم على سائر الأصعدة الحضارية والثقافية. فمصر الآن تخوض حربا ضروسا نيابة عن العالم كله في مواجهة الإرهاب ونشر الفكر الوسطي وضحد الفكر المتطرف. هذا الملتقى في هذا الميدان الأشهر في قلب محافظة بني سويف بهذا الانفتاح على الناس كلها ولا أحد يمنع منه، وهو لأهالي المحافظة رسالة إلى مدى الأمن والأمان الذي تتمتع به المحافظة، وأن الدولة عادت بقوتها، ولولا قوة الدولة
ما كان لمثل هذا الملتقى أن يتم في مثل هذا الجو الوطني الروحي المفتوح. وسنعمل إن شاء الله بالتنسيق مع السيد المحافظ على دعم نجاح هذا الملتقى في الأيام المقبلة، سواء بنخبة من الأساتذة العلماء أم إن شاء الله خلال أيام بتوزيع بعض إصدارات ومنشورات وإصدارات وزارة الأوقاف كهدايا مجانية إن شاء الله على الحاضرين في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى. وسنعمل على إرسالها في أقرب وقت من القاهرة لتكون بين يدي الحاضرين طوال أيام الملتقى بإذن الله تعالى. أما بقى موضوع رمضان ده جو إيماني وده أصل حديثنا. رمضان فرصة سانحة لكل شيء. أولا كثير من عامة الناس من العوام، لو سألت بعض العوام أمنيتك يعني عامة المسلمين أنت تتمنى إيه؟ أكثر الناس ولا سيما في متوسط الحياة، لا أقول في نهايتها، يقول لك أتمنى حج. كثير من الناس أمنيته الحج أو حتى العمرة. ليه؟ يقول لك لأن خلاص إحنا عايزين بقى نقابل ربنا. والحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالحج سيمحو كل الذنوب السابقة. قول رحمة الله بعباده بلا حدود، ولم يقف باب رحمته عند أحد، بل فتح الباب واسعا للأغنياء والفقراء. ففي هذا الشهر العظيم فرصة تعدل بل تزيد عن ثواب الحج. ناخد من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، نفس الدلالة راجع كيوم ولدته أمه، هذا محي له كل الذنوب التي سبقت. وهذا أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أضف إلى ذلك ما من ليلة إلا ولله فيها عتقاء من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء من النار عند كل فطر، عند ما تفطر كل يوم عند وقت الإفطار إن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي حديث البيهقي وإن لله عتقاء من النار يعتق في كل ليلة 60,000. فإذا كان يوم الجائزة يوم العيد أعتق في يوم العيد عن كل يوم 60,000 مثل ما أعتق سائر الشهر، ليس هذا فحسب. ثم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء من النار ذلك كل ليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة زائد العتق من النار. يعني وانت بتفطر إن والنية دي، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. أحد الصحابة جالس، أصل أنت ممكن تقول أنا أروح فين في 60,000؟ فواحد قاعد قال له يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال له أنت منهم. ادعو الله أن أكون من، قال له أنت منهم. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، من رباط نعله، والنار مثل ذلك. فهنا تخيل، ورب العزة هو الحي الكريم، إنسان يعرض نفسه على الله، يعرض نفسه على الله
150 مرة في رمضان في كل صلاة، و30 مرة بس بنية صدقة أن تكون من العتقاء، الله أكرم من أن يردك خائبا. فهو شهر العتق من النار. وبعدين لا تيأس ولا تضق، فأبواب الرحمة واسعة. سيدنا أبو هريرة يقول: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم عنا، فخشينا أن يكون قد اقتطع دوننا، أن يكون قد أصابه سوء، فانطلقنا نبحث عنه، فكنت أول من انطلق. يقول: فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف حائط، خلف سور حديقة لجماعة من الأنصار من بني النجار، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أننا نبحث عنه، فقال: يا أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله، ما بك؟ قلت: خشينا أن تكون قد اقتطعت دوننا أو أصابك شيء. فقال: يا أبا هريرة، خذ علي هاتين. ليه؟ أحيانا واحد يقول لك: فلان مش هيصدقني، تقول لي: طب خد العمامة بتاعتي، طب خد العصاية، طب خد، تديله علامة، عايز يقول عشان تأكد لهم علامة أنك شفتني، خذ علي هاتين، فاذهب فبشر من لقيت خلف هذا الحائط أنه من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أن الله قد حرم جسده على النار. وفي حديث آخر صحيح، في واحد من الصحابة شطاع في سماحة الإسلام اسمه عتبان بكسر العين ابن مالك، هذا الرجل كان يحرص على الصلاة في جماعة وكان إماما لقومه. يقول: فلما تقدمت بي السن ضعف بصري، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أصلي بقومي من بني سالم، فإذا نزل الوادي وسال المطر شق علي اجتيازه وقد أنكرت بصري، أي تقدم بي السن، ماذا تريد يا عتبان؟ قال له: يا رسول الله، عايزين برضو نفهم، لأنك لما تجمع الأحاديث تفهم سماحة الإسلام قد إيه، مش تحفظ حديث واحد وتشق على الناس به. قال له: أريد أن تأتي بيتي فتصلي فيه، لأتخذ من المكان الذي ستصلي فيه مصلى إن شق علي الذهاب إلى المسجد. تيجي تصلي لي في بيتي في مكان إن نزل المطر وشق علي أصلي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نأتيك غدا إن شاء الله. يقول: فلما كانت الغداة قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وأدب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، المنزل، ومنازله كانت بسيطة، فقال: أين تحب أن أصلي لك يا عتبان؟ تحب أصلي لك فين؟ أين تحب أن أصلي لك يا عتبان؟ يقول: فأشرت إلى المكان الذي أحببت أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر فكبرنا، فصلى فصلينا، فلما انتهى من الصلاة حبسته على طعام صنعته له. قلت له: يا رسول الله، اكرمني بقى بالضيافة وانت لا تنتقل حتى نصنع الطعام. يقول: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم القوم وأهل الحي والقبيلة، الناس بدأت تتوافد لتحظى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ف
فلما جلسوا قال احد الجالسين، احنا قلنا الرجل اسمه ايه اللي دعا النبي؟ عتبان. عتبان ابن مين؟ ابن مالك. عتبان ابن مالك. فواحد من الناس قال اين مالك؟ لا ابو عتبان فين؟ الناس ده الناس كلها جايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو صاحب البيت معقول يعني ما يستناش النبي؟ فقال احدهم اين مالك؟ لا ابو صاحب البيت فين؟ فقال احدهم والله ما نعلمه الا منافقا بين النفاق. الراجل ده منافق، عشان كده لاجل هذا لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا النبي قال له ايه؟ قال له ألا طاه؟ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، مستيقنا بها قلبه. الرجل ده اللي انت بتقول عليه منافق، انت مش عارف ان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فالرجل قال له ايه؟ قال له الله ورسوله أعلم، أما نحن فلا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. انت اعلم اصول، بس احنا اللي شايفينه ان الرجل ده حبه وحديثه مع المنافقين. النبي عايز يقول له لا تتهم اخاك بسوء الظن حتى لو كان كذلك. النبي قال ايه؟ من قال لا اله الا الله محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه حرم الله جسده على النار. اوعى تقول لحد والله ما انت داخل الجنة، اوعى تفكر الجنة دي بتاعتك ولا بتاع حد من المشايخ ولا حد من الشباب. ده فيقولك على حاجة، حديث صحيح عند الامام مسلم، اتنين من بني اسرائيل، واحد طائع واحد عاصي. كان الطائع كلما التقى العاصي يقول له اما انا لك ان تقلع عن المعصية؟ يقول له دعني وشأني. كل مرة يقول له دعني وشأني، لغاية الان دي دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. فمرة بقى ضاق، عارف الكلام اللي على ست الناس، فلان والله ما شايفها، والله ما هيتعرض على جنة والله. وممكن تقول يا رب بقى، ولذلك قالوا ايه، هنكمل الحديث. فقال له ايه؟ اما انا لك ان تقلع؟ قال له دعني وشأني. قال له والله لن يغفر الله لك، وفي رواية والله لن يدخلك الله الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله بهما فقبضت أرواحهما، فقال للذي كان عاصيا ادخل الجنة برحمتي. وقال لهذا بقى اللي هو شايف نفسه بقى بتاع ربنا، قال له أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا خذوه إلى النار؟ مين اللي حكمك في خلق الله تدخل الجنة بمزاجك والنار بمزاجك؟ أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا خذوه إلى النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أو بقت الدنيا وأخاته، أهلكت عليه الدنيا والإيه والأخذ. ولذلك حتى بقول لك لما تلاقي واحد كده صالح اوعى تقول يا ربي احشرني مع فلان، اصل محدش مضمونه. النبي كان يقول ايه؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السيده عائشه تقول له انت يا رسول الله؟ يقول كيف لا يا عائشه وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، اذا اراد ان يحول قلب عبد حوله، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذا كان الإمام علي يقول لا تدخلوا المؤمنين، لا تنزلوا المؤمنين الموحدين الجنة ولا العصاة المؤمنين النار حتى يقضي الله فيهم بأمره. لأن النهاية مش في إيدك، لا الجنة بتاعتك. أنت بتقول إيه؟ اللهم اجمعني وفلان بجنتك. لكن لو قلت اللهم احشرني مع فلان اللي أنت بتحسن بيه الظن وهو بينه وبين ربنا ضايع، يبقى ضيعت نفسك معاه.
اللهم ادخلني الجنة مع فلان، لكن ما تقولش اللهم احشرني مع فلان، عشان لو راح في السكة التانية خليه يروح لوحده وانت تروح الجنة. لان القصة بص القلوب عند مين؟ عند الله وحده. القلوب علمها عند ربنا. وحديث جميل قوي في الشهر الكريم ده، الحديث اخرجه الحاكم في مستدركه على شرط مسلم وحسنه الترمذي. حديث بيقول ايه؟ حديث اخرجه الحاكم، والحاكم ده في درجة الصحة بعد البخاري ومسلم، لانه يخرج على شرط الشيخين البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من امتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا من السيئات، كل سجل مد البصر. ثم يأتي يقول له رب العزة: يا عبدي، أتنكر من هذا شيئا؟ تنكر حاجة من ده؟ يقول: لا. ألك عذر؟ لا. أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول: لا. ألك حسنة؟ لك حسنة عندنا؟ فيرتبك الرجل من الهيبة فيقول: لا. فيقال له: لا ظلم عليك، إن لك عندنا لحسنة. فتخرج له بطاقة بيضاء فيها كلمة، فتوضع البطاقة في كلمة والسجلات في كلمة، فتسقل البطاقة. الرجل يقول: ما هذه البطاقة الصغيرة مع كل السجلات؟ فتسقل البطاقة وتطيش السجلات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الحديث الصحيح أيضا أن سيدنا معاذ بن جبل، كل ده بيأكد مش حديث واحد ولا موقف واحد، مدى رحمة الله بعباده. سيدنا معاذ بن جبل يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من الساعة الزمنية، بوها كده من الزمن لحظات، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم عاد الثالثة، وكل ذلك للتنبيه والتأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلقي أمرا هاما لسيدنا معاذ. قال: يا معاذ، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: إن حق العباد على الله أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد حق الله على إن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال: دعهم لئلا يتكئوا. فلما جاءته وحضرته الوفاة حدث بهذا الحديث تأثما، خشية أن يكتم شيئا سمعه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني واجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني لقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بمثلها مغفرة. هذه رحمة الله لعباده.
فلا نيأس الناس من رحمة الله. رب العزة فتح باب الأمل واسعا، قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لمين؟ للي أسرفوا، مش للمخلصين ولا للقانتين ولا الراقعين ولا الساجدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأظن قبل رمضان كنا كلنا بندعي دعاء واحد: اللهم بلغنا رمضان. وكان الصالحون كذلك 6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان. ها أنت قد بلغت رمضان، فماذا أنت صانع؟ أحافظ أم مضيع؟ رمضان، أنا أقول لك على بعض العلامات إذا كانت بتقيسها في أول الشهر، علامات قبول أو عدم قبول، وأنت تحكم على نفسك، أنت صايم بجد ولا ما صمتش؟ الجانب الأول، لو أنت حبيت الصيام والقيام ومش عايز رمضان يخلص ولا القرآن يخلص، خلي بالك ما في ناس قاعدة تعدي يقول لك بص خلاص قوم الحمد لله عدى النهارده التل، خلاص مش بقى يعني قاعد مستني رمضان يخلص وكأنه هم ثقيل عليه، زي بعض الناس يوم الجمعة يروح الجامع آخر واحد يروح ويقعد جنب الباب عشان أول ما الإمام يقول السلام عليكم يبقى أول واحد بطل إيه الجامع. قالوا: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، حياته هنا مش عايز يطلع، ورجل قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، محبوس عايز يفك. فانت عايز تكمل ونويت بقى بعد رمضان تكمل 6 من شوال وتعلمت قيام الليل ورمضان علمك، انت عايز فرحان برمضان مش عايزه يخلص؟ مش قام مطلوبش منك اجابه، بس انت اسال نفسك. من علامات القبول حب الطاعه: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم. يبقى انت وانت جاي القيام جاي تعد ركعات وزهقان، ولا انت واقف مستمتع بالقران وعايش بالقران ومع معاني القران؟ خد بالك هقول لكم ايه واحده ثم انتقل للعلامه الثانيه. احنا كلنا حافظين الايه من كثره تكرارها: انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. كلنا حافظين دي وفاهمينها كويس، لكن الجزء الثاني من الايه: ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. لا يمكن ان يكون الاحياء على معناه الحقيقي بمعنى ان حد هيحيي النفس، لان الاحياء والاماته لله وحده. امال معناها ايه؟ نفهم بقى القران كيف نحيا بالقران، وازاي نفهم؟ وانا جاي افهم القران. احياها حافظ على بقائها حية. يبقى لو جماعة قوى الإرهاب والشر بتفجر وتقتل الناس، اللي بيحميها من القتل سواء قوات مسلحة، شرطة، علماء، قضاء، كل وطني غيره على بلده، ده كأنما أحيا الناس جميعا. ده مش كده بس، سيادة المحافظ بيتكلم عن مشروعات المية والصرف الصحي اللي يوفر مياه الشرب النقية ويحمي النفس من الأمراض والهلاك، ولان عندما موفر الصرف الصحي بيساعد على نقاء المياه، كل ما يساعد على نقاء البقاء النفس حيه كانما احياها. حاجه تانية، لما كانت بعض الناس يقول لك انا ماله من منظومه الطرق، ما هي منظومه الطرق مهلهله تعني كثره الحوادث تعني كثره القتل، منظومه الطرق ممهده ومعبده وحديثه ومنظمه تعني تقليل نسب الحوادث وتقليل نسب القتل.
كل من ساعد على بقاء النفس بإطعامها، بعلاجها، بدوائها، بتعبيد الطرق، بمحطات المية، بخدمات الناس، فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن محدش كده هيجيب نفس ميتة ويحييها، وإنما ساعد على بقائها حية فكأنما أحيا الناس جميعا. عارفين حديث، انتوا حافظين حديث بس بناخده فهم سطحي، حديث اللي يقول أن رجلا وجد كلبا يلهث فسقى الكلب فشق قال الله له فغفر له فدخل الجنة. حديث صحيح، بس رواية الحديث بتقول إيه؟ أن الرجل وجد كلبا يلهث فقال لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي، فنزل البئر. يبقى المية ما كانش على سطح البئر إن خلع الخف كده بسهولة، ده نزل، فنزل البئر وكان البئر عميقا والماء عميقا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فملأ خفه وما طلعش بسهولة، فأمسك خفه بفيه، مسك الخف في فمه عشان يستخدم يديه ورجليه عشان يقدر يطلع من البئر، وكان المكان يعني لم يكن يراه إلا الله، ومعنى ذلك أن البئر كان عميقا، ولو أصابه مكروه ما وجد من ينقذه، من ينقذه أي أنه خاطر بحياته، خاطر بحياته من أجل إنقاذ حياة الكلب، فشكر الله له فغفر له فدخل الجنة. فإذا كان ذلك مع من فعل ذلك بالكلب، فما بالكم بمن يفعل ذلك بإحياء الأنفس أو العمل على إحيائها. رمضان شهر التكافل، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، شهر إطعام الطعام. عارفين حديث من فطر صائما، ناس كتير فهمها برضو انك تفطر واحد مسكين او غلبان او فقير، لا، من فطر فقيرا او صديقا او غنيا. طيب ليه النبي قال من فطر؟ صحيح تفطير الصائم الفقير ثواب اعلى، لكن قال من فطر صائما لان النبي صلى الله عليه وسلم يريد العلاقات الانسانيه ان تعود في رمضان. احنا كانت فطر، وانتم عارفين كلكم احنا من معظمكم يعني حتى بعضنا عايش هذا، لكن احيانا العادات دي عند بعض الناس خفتت. الأسرة تجتمع المائدة الرمضانية، فطر لأولادك وأخواتك وعيلتك وجيرانك وأصدقائك وزملائك، هم دول من فطر صائما، مش الفقير لوحده. يعني أنت وجماعة أخواتك وجماعة عمامك وولاد عمامك والعيلة، لو جمعت زمايلك، جمعت أصدقائك، كل ده يدخل في من فطر صائما فله مثل أجره، لأن النبي عايز يقول كان قال من فطر مسكينا أو من فطر فقيرا. من فطر صائما، أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. العلامة الأولى من علامات القبول أن أنت مش عايز الشهر يخلص، متمني كده. لو علم الناس ما في رمضان من الخير لتمنوا أن يكون العام كله رمضان. طيب الجانب الثاني والأخير بقى سلوكياتك. آخر كتبت عدة خواطر، كم من أخرهم الصيام والكذب لا يجتمعان، صايم وكذاب ما تمشيش. ليه؟ أخص صفات الصيام مراقبة الله في السر قبل العلن. أخص صفات الصيام أنك بتراقب ربنا في السر قبل العلن، والكذب أعلى علامات النفاق، ما يركبوش على بعض. صايم ولسه بتكذب يبقى ما صمتش صوما حقيقيا، صائم ولسه بتغش يبقى ما صمتش، صائم وبتخلف الوعد يبقى ما صمتش. لعلمك مش الكذب والصيام ما يلتقوش، ده الكذب والإيمان ما يجتمعوش. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. ده حتى بعضهم عرف الإيمان قال إيه؟ قال الإيمان الصدق، الإيمان أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، لأنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك،
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. طب لو أنت ممكن ده بجد هتخاف من الناس ليه؟ تكذب ليه؟ تنافق ليه؟ يبقى الصيام والكذب لا يجتمعان. حاجة تانية، لما دايما خلي بالك تلاقي واحد كده كان اخلاقه ضيق او متعصب على الناس ويقول لك بص سيبه يا اخي راجل صايم النهارده. هو الصيام، الصيام ايمان، والايمان نور، والنور والعبوس لا يجتمعان. وكتبت وجه الصائم ليس عبوسا، وجه الصائم مش مكتئب. انتوا عارفين من علامات العتق من النار والقبول، عايز برضو علامات منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان سهلا، من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. إذن من العلامات أمران، حب الطاعة، العلامة الثانية السلوكيات. لو أنت صائم وما كنت عليه من الخطأ قبل رمضان قائم معاك، النبي يقول ايه؟ رب صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر والتعب، وقالوا ورب حامل للقرآن والقرآن يلعنه. والقرآن حجة لك او عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل تصوم النهار كله عن الحلال ثم تفطر على حرام وتقول إنك صايم؟ الصوم أعلى درجات المراقبة لله. إذا حققت المراقبة حققت معنى الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسأل الله العلي العظيم أن يحقق لنا في هذا الشهر الكريم التقوى والسداد والقبول، وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ومن عتقائه من النار. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا على بابك في هذا الشهر الكريم نعرض أنفسنا عليك رجاء أن تجعلنا فيه ممن شملتهم بالعتق من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، ونسألك أن تتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا كبرته وشفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا كبرته وشفيته. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين، ولا تجعل بيننا مدينا إلا سددت عنه. اللهم لا تجعل بيننا مدينا إلا سددت عنه. اللهم استرنا بسترك في الدنيا والآخرة، واسقنا عند الحوض بيد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وكل عام وحضراتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.